والقول بأن اللغة العربية قديمة قدم الخلق الآدميين هذا أيضاً قول مشكل لكننا متفقون جميعاً والدكتور سعد أيضاً متفق متفق معنا على أن اللغة العربية أفضل اللغات بما فيها من سمات ومميزات نعم نعم و الذي الذي به في مسألة خلود اللغة هو الخلود المستقبلي فهي باقية ببقاء القرآن لأن القرآن باق ولن تذهب هذه اللغة فالقرآن أمان وضمان لها